بسم الله الرحمن الرحيم. Hello everyone. Today I will speak about speaking. هتكلم عن speaking أو إزاي لو جاتلك صورة زي كده توصفيها. إزاي توصفيها بالكلام speaking بالتحدث بكل سهولة. هنوصف كل جزء في الصورة. أول حاجة زي ما اتفقنا بتقولي I can see. هتقولي إيه؟ I can see. I can see a وتكلمي اللي انت شايفاه بالراحة كده. I can see this is a house. ابدأي بالكبير في الأول. This is I can see a house. H-O-U-S-E. I can see a house. It's a recycled. Recycled يعني معاد تدويره. احنا فهمنا من الكلام هنا ان ده شخص artist فنان في البرازيل بيعمل recycling للماتيريالز. بنى البيت بتاعه ده كله من مواد معادة الصنع. حاول ان هو يعيد تدويرها. كانت هتترمى خلاص وبعدين استخدمها تاني. طيب يبقى I can see a house او a recycled house is made of recycled material. مصنوع من recycled material يعني مواد. مواد معاد صنع. I can see a white fridge. يعني ايه white fridge؟ يعني ايه فريج؟ يعني تلاجة بيضاء. وبرضو I can see اي حاجة وصفي لونها مع اسمها. I can see a white microwave. microwave شايفة ايه كمان؟ هنا في فرن مستخبي. oven I can see. كل شوية يقولي I can see بكل سهولة. I can see an oven. an ليه قلنا an مش a؟ لان ال first letter هنا vowel حرف متحرك. حروف متحركة ال o ال A ال E ال I ال U. الحروف دي لو شفتيها تحطي قبل الكلمة an. ما تلخبطيش نفسك قولي oven وخلاص مش مهم. هتاخدي درجة على speaking. ما تدققيش عشان ما تتلخبطيش. I can see a wood. brown wood. wood يعني ايه؟ يعني خشب. W-O-O-D wood. I can see pans. pans يعني حلل. حلل الطبخ او القدور بتاعت الطبخ. ممكن تقولي red pans. red حمراء. I can see some glasses. زجاجات. اوكي يبقى دي كلها حاجات انا شايفاها في الصورة بوصفها. كل كلمة انت بتقوليها هتاخدي عليها درجة. شايفين الارفف دي؟ يعني ايه الارفف؟ shelves. shelves هي المفرد لو رف واحد اسمه shelf. الجمع بنحذف الاف ونحط v-e-s. اي كلمة بتنتهي بf الجمع بتاعها v-e-s. اوكي طيب ايه كمان عندي لو جالي صور ممكن اوصفها مهمة؟ زي هنا مثلا recycling in Cairo. Cairo capital city او عاصمة ايجيبت عاصمة مصر. فهنا كان في شخص عامل قدام فوق سطح بيته. يبقى انا شايفة سطح. ده سطح منزل. سطح بالانجليش يعني ايه؟ يعني roof. I can see a roof. a house roof يعني سطح على المنزل. عامل دي حاجات زي الواح شمسية بيستخدم الطاقة الشمسية عشان تعمل له تولد له electricity كهرباء. اوكي يبقى هو Egyptian greatest natural resource. مستخدم natural resource مصدر طبيعي. natural resource ايه هو؟ السن. يبقى هو حاطط حاجة اسمها الواح شمسية. لو ما عرفتيش تقوليها بالانجليش قولي he is using the sun. الواح شمسية اسمها زي solar boards. هي اسمها الصحيح solar boards الواح شمسية. لكن ما عرفتيش تقولي مش عارفة الكلمة قولي he is using the sun to generate. خلينا نكتب هنا he is using the sun to generate عشان يولد طاقة energy. تمام. also I can see a lot of plants. plants ما عرفتش تقولي a lot of. قولي I can see plants اللي هي الزروع اللي هي نباتات. تمام. ما حدش عارف مش عارفة plants خلاص قولي trees وخلاص تاخدي درجة. هي trees شجرة كبيرة بس انتي زي ما تيجي معاك. I can see a lot of things here. Okay, in this photo, what can I see? Also, I can see bricks. يعني السطح ده مصنوع من الايه؟ من الطوب. الطوب ده اسمه ايه؟ bricks.
تمام. What can I see also؟ شايفة ايه انت في الصورة؟ صفي اي حاجة شايفاها مثلا. شايفين ايه؟ ده ايه الواي مثلا؟ زي بوكس، زي بين كده، علبة زرقاء ممكن نوصفها برضو. هو مستخدمها وموصل بيها، موصلها بالالواح الشمسية ديت. فممكن تقولي I can see a blue pen. زي برميل ازرق. I can see، بصي خلي نظرتك ابعد، شايفة الفيو ده كله؟ I can see a beautiful view، شايفة منظر جميل، ده منظر القاهرة. Beautiful، view and a lot of buildings، العديد من المباني. A lot of buildings، العديد من المباني، ماشي. يبقى هتستخدمي كلمة I can see وتوصفي أي حاجة تقدري عليها، تمام. طبعا عندنا آخر حاجة هنا، ممكن صورة اللي هي في اسمها درامز، ستيل درامز. دولت عبارة درامز يعني طبل. الطبل ده دي عبارة عن كومبيتيشن أو مسابقة موجودة في الاسبين، في بلد اسمها اسبانيا. ديورينج في كارنفال عندهم أو مهرجان، سليبريشن يعني احتفال، كارنفال زي مهرجان. فهتوصفي الصورة، انت مش مهم الكلام اللي انا قلته ده، المهم هتقولي I can see men، رجال، and woman. woman يعني امرأة. she is wearing، اهم حاجة تقولي هي لابسة ايه عشان نزود في الكلام. she is wearing، هي لابسة white clothes، لبس ابيض، and white cap، hat او cap يعني قبعة. okay she is wearing some accessories، لابسة بعض الايه المجوهرات او الاكسسوارات. she is، اهم حاجة she is using the steel drums، هي بتستخدم الطبل او بتلعب على الطبل. she plays، plays on، تلعب على الدرامز. okay فدي من ضمن الحاجات اللي ممكن انت توصفيها في الصورة، وسهلة جدا ان انت تفهميها وتعبري عنها. يبقى اي حاجة تشوفيها في الصورة قوليها وخلاص، تمام. اتمنى لكم كل توفيق يا رب حبايبي. ان شاء الله باذن الله كل يوم انزل فيديو جديد. اشتركوا في القناة، هتنفعكم جدا. كل يوم هتستفادوا بمعلومة جديدة، محادثة جديدة، او فيديو جديد. ان شاء الله باذن الله. اتمنى لكم التوفيق من كل قلب.